السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة، هسه ندرس هذه البروبلم اللي هي التوتوريال راح يصير حول الريفريجريشن سيستم. مثل ما مكتوب هنا، a shell and a tube condenser has a U value of 800 watt per meter square Kelvin. Okay, يعني 800 watt per meter square Kelvin based on the water side area and a water pressure drop is 50 kilopascal. فاحنا مثل ما تلاحظون مكتوب shell and tube condenser، فما دام مكتوب shell and tube يعني هسه احنا نكتب مثلا shell and tube، هو بالحقيقة عبارة عن انابيب وشيل. اوكي، هذا التيوب وهذا الشيل. فاحنا نعرف الووتر كول كوندنسر او الشيل اند تيوب هو شكله يكون نفس هذا. فكاتب لي هو انه اليو فاليو، قيمة اليو اللي هي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، بس وين هذه؟ اون ذا ووتر سايد. فبالتالي هذا راح تكون يو اي، على اعتبار انه الفريون الريفرجرنت يتحرك بالشال والووتر يتحرك وين؟ بالتيوب. فبالتالي اليو للووتر اسمها يو اي، واليو جهه يعني بال اون ذا ريفرجرنت سايد هي يو او، او اوت سايد اوف ذا تيوب راح تكون عندي يو او. انا هسه ايش منطيني؟ يو اي. هو هذه الملاحظه المهمه، انه هذه ال 800 وات بير متر سكوير كلفن هي يو اي، وايضا منطيني الووتر بريشر دروب از 50 كيلو باسكال. يعني هذا البريشر دروب ما دام انا عندي ووتر يتحرك انسايد ذا تيوب، حسب ما درسنا بالهي ترانسفير بالفلويد ميكانكس راح يصير عندي بريشر دروب نتيجه الانترنال ريزيستنس. فكاتب لي هنا under this operating condition 40% of the heat transfer resistance is on the water side. انتبهوا لهاي العبارة، كاتب لي under this operating condition تحت هاي الظروف التشغيلية 40% يعني 40% of the heat transfer resistance is on the water side. هاي هسه مهم جدا انه نفهم شنو المقصود بهاي العبارة. احنا مبدئيا عندنا الاتي، عندنا هذا الريفرجرنت اللي هو هذا، شوفوا الريفرجرنت يتحرك وين؟ بالشل، والووتر يتحرك بالتيوب. اوكي، الريفرجرنت تمبرتشر هي اعلى من الووتر تمبرتشر بالكوندنسر، فبالتالي راح يصير انتقال حراره من الكوندنسر، من الكوندنسر سايد يعني الى الاسفل، هذا اتجاه انتقال حراره من الاعلى للاسفل. فمثل ما درسنا احنا سابقا انه راح يصير عندي ثيرمال ريزيستنس. اوكي، ثيرمال ريزيستنس مقاومه حراريه او اعاقه حراريه، يعني الحراره يعني انتقال حراره بين الريفرجرنت والسطح الخارجي للانبوب الاوت سايد اوف ذا تيوب تكون واحد على اتش او اي او اللي هي الكونفكشن ثيرمال ريزيستنس. بين شنو بعد؟ الانبوب نفسه الماتيريال مال الانبوب بالكوندكشن، وسطح الداخل للانبوب مع الووتر بالكونفكشن، وهذه كلها اعاقه. يعني احنا نتذكر بالهي ترانسفير وحتى المحاضره الاولى بالماده منظومات التجميد من سوينا ريفيو على الفلويد ميكانكس والهي ترانسفير، كتبنا هاي المعادله اللي تلاحظوها. اوكي، انه هذه شنو؟ الثيرمال ريزيستنس بالاوت سايد اوف ذا تيوب يعني بجهه الفريون، وهذه بالكوندكشن بالماتيريال، وهذه بال سطح الداخلي للانبوب مع الووتر. فكاتب لي هو 40% من الـ يعني الهيت ترانسفير ريزيستنس بالووتر سايد، هذه هسه راح نوضحها. كاتب لي وراها if the water flow rate is doubled، يعني اذا الماس فلو ريت للووتر ضعفناها، قيمه اليو والبريشر دروب الجديد ايش قد راح يصير؟ هي هاي ببساطه المساله. فمن نبدي نحلها شوف ايش راح نسوي. اول شيء احنا راح نقول نكتب المعادلة هذه اللي هو واحد على اليو او اي او، هذه تساوي كذا. انا طبعا منطيني هو شنو؟ الووتر سايد، الانفورميشن للووتر سايد منطيني اليو، فراح اكتب واحد على يو اي 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 مثل ما مكتوب هنا، يساوي واحد على اتش نوت اي نوت بلس اكس على كي اي بلس واحد على اتش اي اي اي. هذه هي تمثل معادلة 1.8، اوكي، اللي احنا اشتقيناها سابقا صفحة 4 معادلة 1.8. فاللي راح نسوي انه نضرب الطرفين، نضربهم بيمن في الاي اي مثل ما تلاحظون هنا. فبالتالي من نضرب في الاي اي هذا، يعني هسه هاي المعادله من نضربها بالاي اي، الاي اي راح تختصر مع الاي اي بالمقام، ونفس الشيء هنا راح تصير بالبسط، هنا تصير بسط، وهذا تصير تختصر راح تصير واحد على اتش اي.
انا ايش راح اسوي هسه؟ راح اكتب انه هذا الواحد على اليو اي هي هاي توتال ريزيستنس، صح لو لا؟ هذه اللي راح اسوي فد شيء انه الكونفكشن ريزيستنس بالريفرجرنت سايد اللي هي الطرف الاول، هذا الحد الاول مع المقاومه بالماتيريال بالكوبر راح اسميهن ار اي كيو، يعني ار ايكوفالنت، وواحد على الاتش اي هو الريزيستنس بجهه الووتر. اوكي، فبالتالي انا هسه راح اقدر اكتب انه الار توتال، هذه المعادله استبدلها نفس هاي الصيغه، يساوي ار ايكوفالنت بلس ار دبليو. بما انه كاتب لي هو بالسؤال معطيني يعني انه 40% من الريزيستنس الهيت ترانسفير ريزيستنس بالووتر سايد، من هاي من المقاومه الكليه، فمعناها الار دبليو المقاومه بجهه الووتر، اوكي، بالووتر سايد هي 40% من التوتال ريزيستنس، يعني ار ووتر 0.4 من الار توتال. زين انا الار دبليو ايش فرضتها؟ فرضتها هنا هذه هي واحد على اتش اي، اكتب واحد على اتش اي يساوي 0.4، والار توتال فرضناها شنو؟ واحد على يو اي. زين انا عندي اليو اي قيمته منطينياها 800 800، فمجرد عمليه رياضيه بسيطه راح يطلع عندي شنو؟ الاتش اي قيمته 2000 وات بير متر سكوير كلفن. ونفس الشيء اذا انا عندي هنا هاي الار توتال، اوكي، عندي 40% بالووتر سايد، فمعناها المتبقي ايش قد؟ 60% هنا راح يصير. فنفس الشيء ار ايكوفالنت 60% من الار توتال. الار توتال اعوض بما يعادلها اللي هو واحد على اليو اي، راح تطلع عندي الار ايكوفالنت 7.5 مالتبلاي باي 10 تو ذا باور ماينس 4 متر سكوير كلفن بير وات. اوكي، ورا ما طلعنا هذه راح نسوي الاتي، نكتب المعادله هذه اللي هي احنا نعرفها للتربلنت فلو، وبما انه الام دوت رو في اي، يعني بهاي الحاله انه السرعه والماس فلو ريت التدفق الكتلي تناسبهم طردي، اوكي، والاتش تناسبه ويا الفي تو ذا باور 0.8 تناسبهم طرديا، مثل ما مكتوب هنا الاتش يتناسب بصوره طرديه ويا الفي تو ذا باور 0.8، معناها انه ما دام السرعه والماس فلو ريت يعني الفيلوسيتي والماس فلو ريت تناسبهم طردي، فبالتالي الاتش اي راح يتناسب طرديا ويا الام دوت تو ذا باور 0.8. فهذه نعرف انه احنا ممكن كتابتها حسب المعادلات الرياضيه اتش اي الواحد الاول على اتش اي الثاني الجديد يساوي ام دوت ووتر الاول على ام دوت ووتر الثاني تو ذا باور 0.8. فانا راح اطلع الاتش اي 2 اللي هو الجديد. زين انا ام دوت 2 عندي شنو؟ ضعفت، فبالتالي اريد احسب له الاتش الهيت ترانسفير الجديد، لان هو كاتب لي انه الماس فلاريت اذا ضعفت ايش قد قيمه اليو، فاول شيء لازم احسب الاتش. ورا ما حسبت الاتش اللي راح اسوي انه اكتب الار توتال يساوي ار ايكوفالنت بلس ار دبليو، نفس الشيء الار ايكوفالنت اعوضها والار دبليو اللي هي واحد على اتش اي 2 اللي هو انا استوني حسبته، راح يطلع عندي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت الجديد ورا ما ضعفنا الماس فلاريت. ونفس الشيء بالبرشر دروب، نفس الشيء نطبق دارس كويشن، واحنا عندنا معادله قلت لكم هاي راح نحتاجها اللي هي دلتا بي 2 على دلتا بي 1 يساوي ام دوت 2 على ام دوت 1. بس هنا ام دوت 2 هم ضاعفت، يعني 2 ام دوت 1 يعني ضعفها، وعوض البريشر دروب الاول، فراح تطلع عندي 200 كيلو باسكال. هذه بهذه الطريقه حسبت شنو البريشر دروب، وحسبت ايضا الاوفرول هي ترانسفير كوفيشنت ورا ما ضاعفت الماس فلو ريت. شكرا جزيلا.